واضح ان احنا بنتفرع وسايبين الحدث الاساسي. الوقت بيضيع في حكاوي ملهاش اي فايدة وبعيد عن يوم الحادثة. سابت واحدة تاني دخل قتل خرج. طالما بقى دخل دي وصلتنا الحيطة سد، تعال نشوف خرج. يا ترى اللي دخل وقتل ده خرج ازاي؟ القاتل ممكن يكون دخل بمفتاح الشاليه. ما هو مستحيل يكون خرج من الباب أو من الشباك. التحقيق بيقول إن الشبابيك سليمة ومفيش أي بصمات، حتى مفيش بصمة رجل. اللي دخل ده بقى راح فين؟ إحنا نروح بكرة الجلسة نقول لهم إن اللي دخل وقتل وخرج من غير بصمات ومن غير أثر ولا فتح باب ولا شباك ده أكيد جرح، فيقوموا على طول موديني على مستشفى الأمراض العقلية وأنت على حبل المشفى. دفاع عنك هيستند على إيه؟ مفيش اسم واحد محتمل في دماغك نقدر نربطه باللي حصل، ومفيش أي دليل على وجود حد غيرك في الشاليه. أقول لك، إحنا رايحين نخسر القضية، ممكن تتصل بمراتك وابنك علشان تودعهم. انت جاي هنا عشان تقولي ده؟ انت جرى لمخك حاجه ولا ايه؟ اكيد في حل، اكيد في حاجه ناسينها هنا ولا هنا. انا مش هتاخد كبش في ده، انت سامعني؟ انا قاعد هنا بجاوب على كل حاجه بمنتهى الوضوح، فما تجيش دلوقتي تقولي ان قضيتك خسرانه. ما هو مفيش حاجه ظهرت جديده تخليك متفاجئ انها قضيه صعبه. ما هو علشان بقالنا ساعتين ومفيش حاجه ظهرت، فعشان كده بقول لك الوضع خطير. أنا محتاجك تبذل مجهود أكتر علشان أقدر أساعدك. شبكة المجد، القنوات الآمنة للأسرة.